من جنيف عبر سكايب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي. مرحبا بك سيد الصيداوي. البرلمان الليبي يرجى إلى يوم غد التصويت على الحكومة المشكلة الآن، ويدعو السراج إلى الحضور. ما قراءتك لهذه التطورات؟ أنا أعتقد أن ثم ضغط دولي كبير جدا على كل من حكومة طرابلس وحكومة طبرق بأن يتفق ويشكل حكومة موحدة. إذن هي حسب رأي استجابة لضغوطات خارجية أكثر بكثير من تطور طبيعي للعملية السياسية في ليبيا. بل أكثر من ذلك، قد أفاجئك أن أقول أنه إلى أي حد وإلى أي مدى يسيطر السياسي أو البرلماني على العسكري، بل معنى إلى أي حد وإلى أي مدى قوات فجر ليبيا ستلتزم بأي اتفاق، أو الجيش الليبي سيلتزم، أو مجلس عسكري المصلحة، أو قوات الزنتان، أو قوات التبو في الجنوب، أو داعش أو في سبراتا، أو داعش في سرت. إذن نحن عندنا مشكلة هيكلية بنيوية في ليبيا، وهي أن الدولة كما يقول ماكس فيبر، وهو التعريف الأولي لمفهوم الدولة، الدولة يجب أن تحتكر العنف الشرعي المسلح، وأن تكون الطرف الوحيد الذي يحتكر ذلك. نعم. في ليبيا نعرف أن ثم ميليشيات كثيرة، قوات مسلحة كثيرة جدا، هل يسيطر عليها من يتفاوض أم لا؟ أنا أشك كثيرا في ذلك، بالتالي المسألة ليست هينة، لكن هذه الخطوة هي عملاقة في حد ذاتها، وأعتقد أنها جاءت تحت ضغط دولي كبير. ولكن هذه الخطوة سيد الصيداوي لا تبدو يعني في طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على الأقل. بعض النواب في البرلمان الليبي يقولون إنهم غير مقتنعين بعد بالأسماء المقدمة، يقولون إن السراج لا يتعامل بطريقة جيدة مع البرلمان حتى الآن، لم يكلف نفسه الحضور إلى البرلمان، ولذلك هم دعوه إلى الحضور. يعني حتى الحكومة هذه لا تبدو في طريقها إلى نيل مصادقة البرلمان. نعم، هي مسألة صعبة جدا على المستوى السياسي، فما بالك على المستوى العسكري إذا حدثت معجزة تحت الضغط الدولي. وكما أقول لك، يبدو أن الاتجاه لتشكيل هذه الحكومة الموحدة هو استجابة لضغط دولي كبير أكثر منها ربما رغبة محلية في طرابلس أو رغبة محلية في طبرق. إذن حتى وإن حدثت هذه المعجزة الصغيرة وتشكلت هذه الحكومة، فليبيا ما زالت بعيدة وبعيدة جدا عن الاستقرار وعن بناء دولة بمعنى جيش وطني واحد يتشكل ويسيطر على البلاد. أنا تمنيت عوض هذه المفاوضات السياسية التي حدثت في جنيف، في الصخيرات، في الجزائر، في مصر، في تونس، سرية وعلنية، أن تحدث مفاوضات مباشرة بين قوات فجر ليبيا وبين الجيش الوطني الليبي، بمعنى بين الضباط من هنا وهناك، حتى يجدوا صيغة عسكرية لتوحيد جيش أو لبناء جيش وطني، فالسياسي سيستجيب لذلك. لهذا أعتقد أن المحاولات السياسية قد ونجحت بمعجزة، ونجحت هذه الحكومة بمعجزة. طيب. أيضا ثم الصعوبة الكبرى وهي هل تسيطر على الميدان العسكري أم لا. طيب، أنت أشرت إلى الضغوط الدولية الآن بالنسبة لهذا الحوار السياسي، ما قراءتك لما بعد هذه الحكومة فيما لو كتب لها أن تشكل وأن يتم المصادق عليها؟ كيف ترى سيناريوهات التدخل الدولي إن كان عسكريا أو غير ذلك في ليبيا بعد تشكيل هذه الحكومة؟ طبعا العدو الأكبر على الأقل ثم إجماع دولي وإجماع ليبي وإجماع إقليمي جزائري تونسي مصري مغربي متوسطي، وهو أن تترك داعش تتمدد وتستقر وتبني دولتها، لأن داعش في سرت أو صبراتة ليست خلية سرية نائمة، هي دولة علنية تتحدى المجتمع الدولي، تتحدى مجلس الأمن، تتحدى الأمم المتحدة. إذن عودة للقرارات القانونية، تستطيع الحكومة الموحدة الليبية أن تطلب مساعدة عسكرية خارجية سواء من الجامعة العربية أو سواء من منظمة الوحدة الأفريقية وهي عضو فيها، أو من الأمم المتحدة، أو حتى مباشرة من الحلف الأطلسي. تستطيع أن تفعل ذلك قانونا، خاصة وليبيا أعتقد ما زالت تحت القرار 1973، أي حماية المدنيين. وكما نعلم المدنيين في سرت وفي صبراتة وفي أماكن كثيرة ودرنا في ليبيا يتم قمعهم، قتلهم، قطع أيديهم، رؤوسهم في الشوارع، يتم ممارسات قراوستية من قبل داعش أمام أنظار العالم. إذن من الممكن لهذه الحكومة الموحدة أن تتلقى أولا الدعم العسكري، لأنه ثم حظر عسكري على كل من طرابلس وتبرق، أن تتلقى تدريبا عسكريا، أن تتلقى مساعدات جوية، وأن تطلب حتى مساعدات مباشرة وغير مباشرة. نعم. من أي تجمع إقليمي أو دولي تريده. رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف، شكرا جزيلا لك.
تتابعونا في هذه النشرة بعد هذا الفاصل.